السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. رؤية السكري في منام المرأة المتزوجة يدل على السعادة الزوجية والاستقرار النفسي والأولاد الصالحين، ويدل على شخصيتها الطيبة والمحببة من الجميع، فهي امرأة قلبها صافي وسمعتها حسنة بين الناس، وفي الحلم إشارة إلى محالفة الحظ الجيد للحالمة. أما من ترى في المنام أنها تحمل السكر لزوجها، فهذا يدل على حسن معاشرتها وطيبتها، وحسن أخلاقها وسمعتها الطيبة. ومن ترى في المنام أن أحد أبنائها يمسك السكر في يديه أو يسعى لجمع السكر من الأرض، فهذا يدل على أنه يحب العلم والمعرفة ويسعى إلى التفوق في دراسته. أما إذا رأت أنها تتناول السكر فهذا يدل على قرب شفائها من مرض تعاني منه منذ فترة أو شفاء أحد من عائلتها. كما تدل الرؤية أيضاً على سمعتها الطيبة وأخلاقها الحميدة. وفي حال أن المرأة ترى أنها تقوم بغلي السكر في الماء، دل ذلك على قدوم الخير والأخبار المفرحة لها التي تنتظرها منذ فترة، كما أن أكلها للسكر يشير إلى عودة غائب عنها منذ فترة، أو أخذ حقها من ميراث لها أو الحصول على أموال كثيرة في صورة هدايا قيمة. ومن ترى في المنام أنها ترش السكر فإن كان لديها بنت على وشك الزواج، دلت رؤيتها على أن ابنتها سوف تتزوج من شخص صالح وغني وسوف تهنأ بالعيش معه.